بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف وفي الوصية، وقلنا الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو عقد لازم، يعني إذا قال هذا وقف فلا يباع ولا يوهب ولا يورث. والوصية هي أن يتبرع الإنسان تبرعاً ينفذ بعد الموت، أما الآن فلا، وصية تكون بعد موته، يوصي للفقراء، يوصي للأرامل، يوصي لطلبة العلم، يوصي لأبناء السبيل، لكن يكون ذلك بعد الموت، أما الآن فلا. وهذا عقد جائز، يعني يمكن أن أوصي الآن بعمارة وبعد شهر أبيعها، وأوصي بدار وبعد شهر أو شهرين أبيعها، وأوصي بمزرعة أو أوصي بكذا من أعمالي من الممتلكات. ففرق أيها الأحباب بين الوقف والوصية. الوقف عقد لازم، بمجرد أقول هذا وقف فإنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، ولو أوقفت جميع ما أملك. بينما الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ويكون في بعضها للورثة مجال، فما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازتهم، وإذا كانت لوارث يحتاج لإجازتهم. فقال عليه الصلاة والسلام في الثلث: الثلث والثلث كثير، يعني ما يجوز يوصي بالنصف إلا إذا قال الورثة لا مانع، ولا يجوز أن يوصي بالثلثين وإلا إذا قال الورثة لا مانع، ولا يجوز أن يوصي بأكثر من ذلك إلا إذا وافق الورثة. كما أنه لا يجوز أن يوصي للزوجة لأنها وارثة، ولا للابن ولا للبنت لأنهم ورثة، ولا للأم ولا للأب لأنهم ورثة، فلا يوصي لوارث إلا إذا أجازت الورثة. فلو أجاز الورثة أن يعطى جميع المال لشخص يرون حاجته وأنه يستفيد من هذا المال فأجازوه، فنقول على بركة الله. أما إذا عارضوا فنحن نقبل المعارضة ونسمع لآرائهم. وأما الوقف فلا مجال للتغيير ولا مجال للتبديل ولا مجال للنقص فيه أو لتغيير مصرفه، لأنه عقد لازم. الآن إذا أوصى للفقراء هل يجوز أن نعطي المساكين؟ نقول الفقراء والمساكين عبارة شيء واحد، لكن هل يجوز أن نعطي أبناء السبيل؟ لا. إذا أوصى لمثلا المكاتبين، لو كان هناك مكاتب، إذا أوصى لغيرهم من الأصناف الثمانية التي نص عليها في مصارف الزكاة، فيجوز من أوصى للفقراء أن نعطي المساكين، ومن أوصى للمساكين أن نعطي الفقراء، لأنهم كالشيء الواحد. أما ما عداهم فلا، إذا كانوا قد ذكروا وإلا فلا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف
في هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: فصل. ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف، يعني صرف إلى صنف من الأصناف الثمانية، أو أوصى لصنف من الأصناف الثمانية وهم أهل الزكاة، فيجوز أن يصرف لهم لا لغيرهم، عدا الفقراء والمساكين فهم مع بعض، بعضهم يؤدي الغرض عن البعض الآخر. نعم. ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. يعطى من الوصية حسب ما يعطى من الزكاة، يعني إذا كان يعطى قليل لا يكفيه، أو يكفيه الشيء القليل، أو يحتاج إلى أكثر، حسب ما يعطى من الزكاة. الزكاة نعطيه مثلا 100 ريال، نعطيه 200، نعطي أكثر نعطي أقل، يعطى حسب ما يعطى من الزكاة، لأنهم صنف شرعي ذكرهم الله في كتابه، فهم مستحقون كغيرهم من الأصناف الثمانية. نعم. إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين أعطينا الآخر، فإذا أوصى للفقراء أعطينا يعني المساكين، وإذا أوصى للمساكين أعطينا الفقراء، فبعض الناس قد يطلق اسما وهو يقصد الآخر، لأن بينهم تقارب، وإنما الفقراء أشد حاجة من المساكين، الفقراء أشد حاجة من المساكين. ومن ذلك الآية الكريمة في بالنسبة: أما السفينة فكانت لمساكين، معناه يملكون سفينة، السفينة لها قيمة، فمعناه أنهم ليسوا معدمين، لكن الفقراء هم الذين لا شيء لديهم. نعم. إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين، لأحد الصنفين يعني أوصى للمساكين، جاء واحد قال أنا فقير نعطيه، أوصى للفقراء جاء واحد قال أنا مسكين نعطيه، لأنهم بعضهم يعني على غرار بعض، أو فيه تقارب بينهم. نعم. فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية، في الوصية، لأنهم قلنا بينهم تقارب. نعم. لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام. لأنهما صنفان في الزكاة، الزكاة نعطي منها الفقراء لأنهم الذين لا يملكون حاجتهم أو قدر حاجتهم، والمساكين وهم الذين أعلى منهم شوي، لكن هنا نعطي الفريقين الفقراء ونعطي المساكين. نعم. لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الاسم للقسمين، وإن وصى لأقاربه وأهل، وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر، وصى لأقاربه عنده مثلا أقارب نسأل الله السلامة غير مسلمين، نقول لا ما ندخلون، أوصى لأهل قريته وفيها سكان غير مسلمين ما نعطيهم، لأن غير المسلم لا يدخل، لأن غير المسلم يعني اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ومدام ما يرث فلا نعطيه من الوصية. إذا أوصى لأهل قريته وأهل القرية فيهم الديانات عد، نعطي من هم على دينه، أما من كانوا على غير دين الإسلام فلا، أو أقاربه له أقارب أبناء عم أو كذا وهم على غير دين الإسلام فلا نعطيهم، لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ويقول فيها الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشك كاليقين، فمادام اختلف الدين الموصي مسلم فلا نعطي قريبه الكافر، والموصي مثلا مسلم
فلا نعطي، وقد أوصى لأهل قريته فلا نعطي من كان على غير دين الإسلام. نعم. وإن وصى لأقاربه أو لأهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي، إذا كان الموصي مسلما. نعم. لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. يعني أقرب شيء، أقرب شيء للإنسان أولاده، أو نقول زوجته، أو نقول أمه، أو نقول والده، ومع ذلك فإنهم لا يرثون، نحرم وجودهم كعدمهم. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: المانع هو ما يلزم من وجوده لعدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مدام وجد مانع من موانع الإرث فنقول كأنه غير موجود. ومن ذلك لو أن عندنا إنسان نسأل الله السلام عنده ابن لكن غير مسلم، وعنده ابن مسلم، نقول المال لابن الابن. طيب والابن لا يستحق شيئا، لماذا؟ لأن دينه يخالف دين الموصي. مسألة ثانية: لو أن إنسانا عنده أخ شقيق من الأم والأب وهو غير مسلم، وعنده ابن عم بالجد العاشر فمسلم، نقول المال لابن العم البعيد هذا، وأما الأخ فليس له شيء، لأن من به مانع وجوده كعدمه. لو أن عندنا أب وجد، الأب به مانع فنقول المال للجد والأب ليس له شيء، لأن الأب به مانع، ومن به مانع وجوده كعدمه. نعم. وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين لذلك، ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه وكونه أحق بالوصية. يعني في وجهين، وجه يقول يدخل ووجه يقول لا يدخل، والقاضي إذا مرت به هذه القضية يجتهد ويعمل ما به براءة الذمة. نعم. وكونه أحق بالوصية له من الكافر. فصل. وإن وصى لحمل امرأة، وصى لحمل امرأتين، امرأة حامل، قال الأوصي عنده زوج حامل أو عنده مثلا أخت حامل، لأن ابن الأخت لا يرث، فأوصى لحمل أخته، فإن ولد الذكر كذا، إن ولدت أنثى كذا، إن ولدت ذكر وأنثى كذا إلى آخره. فنحن نعمل بهذه الوصية إذا كان الحمل وقت ما وصى موجود، لكن إذا قال إذا لمن تحمل فهذا لا. نعم. وإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء. فولد ذكر أو قال مثلا يعطى حمل هذه المرأة 1000 ريال، نعطيه 1000 ريال، وإذا ولدت أنثى نعطيه 1000 ريال. مسألة ثانية: إذا قال إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 500، نعطيهم على قدر ما أوصى. نعم. فهما سواء لأنه عطية. وإن قال لحملها فولدت ذكرا وأنثى فهما شركاء. نعم. فاستوى فيها الذكر والأنثى كالهبة. وإن قال إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100. نعم. فولدت ذكرا وأنثى فكل واحد ما فلكل واحد ما عين له. إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100. فولدت ذكرا وأنثى نعطي الذكر 1000 ونعطي الأنثى 100، لأن هذا وفق ما وصى به. نعم. وإن ولدت خنثى فله 100 لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين. وإن ولدت خنثى قال إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100 وإن ولدت خنثى
فإذا ولد ذكرا أعطيناه 1000، وإذا ولدت أنثى أعطيناه 100، لكن إذا ولدت خنثى ما هو باين هل هو ولد ولا بنت، هل نقول سعد ولا نقول زينب، هل نقول عائشة ولا نقول خالد، ما ندري. نعطيه الأقل ونوقف الباقي حتى يتبين أمره. بما يتبين؟ يتبين بالحيض، إذا حصل الحيض فهو أنثى. وبما يتبين؟ يتبين باللحية، إذا وجدت فهو ذكر، وهكذا. لكن بداية نعطيه الأقل حتى يتبين لنا أمره جليا واضحا. نعم. وإن ولدت خنثى فله 100، ونعرف أيها الأحباب أن الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، منهم من يكون مشكلا ومنهم من يكون غير مشكل. المشكل هو الذي يبلغ من العمر ما يبلغ، يعني سنا عالية ولا يتبين أمره. وأما غير المشكل فهو الذي يتبين إذا كبر، فإما أن يوجد حيض وإما أن توجد لحية، وهكذا. نعم. وإن ولدت خنثى فله 100، لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين. ويوقف الباقي يعني يعني مثلا قال إن ولدت ذكرا فله 1000، وإن ولدت أنثى فلها 100. ما ولدت خنثى ما ندري ما حكمها، نقول عطوها 100. طيب والباقي 900، نقول خلوها عندكم احفظوها حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه ذكر أضفنا إلى 100 900، وإن تبين أنه أنثى اكتفينا بالمئة، والباقي أعطيناه الورثة. نوقف الباقي لأجل أن يكون لدينا مجال لإعطائهم نصيبهم. نعم. وإن ولدت ذكرين وأنثيين شرك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100. وإن ولدت ذكرين نشرك بين الذكرين 1000، وإن ولدت أنثيين نشرك بين الأنثيين 100، لأنه أعطى للذكر 1000 وللأنثى 100، وقد ولدت ذكرين فنعطيهم جميعا 1000، وولدت أنثيين فنعطيهما جميعا 100، وهذا هو مقتضى ما ينص عليه كلام العرب. لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، ولو قال إن كان ما في بطنك ذكرا فله 1000، وإن كان أنثى فله 100، فولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لواحد منهما. إن كان ما في بطنك ولد فله 1000 ذكر يعني، وإن كان ما في بطنك أنثى فله 100. اللي في بطنها 2 ذكر وأنثى، نقول ما يستحقون شيء، لأنه قال إن كان ما في بطنك، فلم يكن الذي في بطنها ذكر ولم يكن الذي في بطنها أنثى، وإنما في بطنها 2 ذكر وأنثى، فلا يستحقون شيئا. نعم. فلا شيء لواحد منهما، لأنه شرط أن يكون جمع، ولأنه شرط أن جميع يكون ما في البطن، أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة، يعني ذكر توجد أو أنثى ولم يوجد. فالذي في البطن ليس على صفة واحدة، وإنما صفتين، صفة الذكورية والأنوثية. نعم. فصل. ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم، يعني قال لـ3 لـ4 لـ10 يمكن نعطيهم، لكن لو قال للفقراء، الفقراء وين نلقاهم؟ الفقراء في كل بلد. لو قال مثلا للمساكين، لو قال لطلبة العلم، فيكفي أن نعطي 3 منهم، لأنه لما قال للفقراء العبارة توحي بالجمع، وأقل الجمع 3، فنعطي 3 منهم. نعم. ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم أن نعطيهم كلهم. نعم. والتسمية بينهم، ما نقول فلان نعطيه كذا 5 وفلان نعطيه 10، فلان نعطيه 20، نسوي بينهم،
ونعطيهم جميعا حسب استطاعتنا. نعم. لأن اللفظ يقتضي التسوية، فأشبه ما لو أقر لهم، فأشبه ما لو أقر لهم، فنعطيهم بموجب إقراره. نعم. وإن لم يمكن استيعابهم، وإن لم يمكن استيعابهم يعني كثيرين ما يمكن. نعم. صحت الوصية لهم، لهم. نعم. وجاز الاقتصار على واحد، على واحد لأنه فقير. والصحيح أننا نحرص أن نعطي ثلاثة، لأن الثلاثة أقل الجمع وهو أوصى لجمع، فعند ذلك تبرأ الذمة. نعم. لأنه لما أوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم أنه لم يرد ذلك، إنما أراد أن لا يتجاوزهم بالوصية، ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم، ويحتمل أن لا يجزئ الدفع إلى أقل من ثلاثة، وهذا هو اللي أما يعني تبرأ الذمة ويتمشى مع كلامه. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، سواء كانت الوصية لقبيلة أو أهل بلد أو لموصوفين بصفة كالمساكين، يجوز. نعم. فصل. وإن وصى لزيد والمساكين. نعم. فلزيد النصف، والمساكين لهم. وصى بألف لمن؟ لزيد والمساكين. نقول عطوا زيد 500 وعطوا المساكين 500. وصى لعمر والفقراء، نقول عطوا عمر 500 وعطوا الفقراء 500، لأن هذا يتمشى مع كلام العرب. نعم. وإن وصى لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف، لأنه جعلها لجهتين، فوجب قسمها نصفين، كما لو وصى لزيد وعمر. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين، نقول عطوا زيد الثلث وعطوا الفقراء الثلث وعطوا المساكين الثلث، وبذلك تبرأ الذمة. نعم. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد الثلث لذلك، وإن وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة، وزيد فقير لم يعط غير الدينار الأول اللي حدده له، لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه، لأنه قدر حقه وبينه، قال أعطوا زيد دينار والفقراء ثلاثة، فنقول ولو كان فقير ما نعطيه من حق الفقراء، الدينار اللي حدده يكفيه. فصل. وإن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك أخذه، كثيرا ما يرد سؤال هنا في الحرم ويكرره كثير من الإخوة، يقول قابلني شخص أو أعرف شخص وأرسل لي مبلغ 10,000 5,000 20,000 وقال لي ضعها في طريق الخير وأنا محتاج، هل يجوز أن نختص بها أو أخذ منها؟ نقول لا، إذا خصص لك صاحبها شيء وإلا طلب رأيك في توزيعها ولم يذكرك أنت، قال مثلا، وهذا كثير يحصل، يقول واحد مثلا من الشرقية أرسل 10,000 وقال تصرف فيها للمحتاجين وأنا والله محتاج أو زوجتي محتاجة أو كذا، نقول أبعدها عنك وأعطيها لمن حدد صاحبها، ويمكنك أن تقول له بأني أنا محتاج هل تأذن لي؟ إذا قال نعم خلاص انتهت الحمد لله، يعني اتضحت، لكن إذا قال أعطيها الفقراء، كثير ما يسألون هنا في الحرم، يقول جاءني من واحد من الشرقية ولا من الرياض ولا من الجنوب وبعث لي مبلغ وقال تصرف فيه وأنت إن شاء الله فيك خير، لكني أنا محتاج، أنا أشوف أني أولى من غيري. لا. فنجد مثلا لما أن الرجل اللي قال أصبت أهلي في رمضان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟
هالصيام إطعام 60 مسكين. فقال انتظر، فانتظر فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أو فيه تمر، وقال أطعمه أهلك، فقال أطعمه على أطعمه الفقراء تصدق، قال على غير على أفقر من أهل بيتي، فأذن له النبي قال أطعمه أهلك. نعم. وإن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك أخذه لنفسه، لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلم يملك صرفه إلى نفسه كالبيع، كالبيع ولا إلى ولده. طيب كالبيع وش معناها يا شيخ بكاي؟ طيب شيخ علي وش معناها يا بني كالبيع؟ كالبيع إذا وكله في البيع ما يبيع على نفسه. يعني مثلا أنا عندي سيارة وأنا أعرف الشيخ بكاي ورجل ثقة وتتوفر في جميع النواحي، ويعني مثلا أثق فيه 100%، قلت له ودي تودي السيارة هذه حراج المعيصم وتبيعها. هو اسمه حراج المعيصم يا شيخ؟ اسمه حراج المعيصم؟ أي ودي توديها حراج المعيصم. ما يمكن أنه بعد ما يطلع من العوالي يجي يقول لا شرينا السيارة حين أول. طيب شريتها من بعلك؟ لا، ما يجوز أن يبيع على نفسه. اتضحت العبارة؟ واضح. يعني لا يبيع على نفسه ولا على ولده ولا على زوجته، وإنما للمال. لكن إذا كان الرجل يريدها، إذا قال له بيعها، قال أنا أريدها وبحاجتها، أبيك تسامحني وبأخذها منك ب5,000 10,000، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع. نعم. فلم يملك صرفه إلى نفسه كالبيع ولا إلى ولده ولا إلى والده، لأنه بمنزلته، ولهذا منع من قبول شهادته له. ولهذا منع من قبول شهادته. يعني مثلا الأب ما يشهد لابنه، والابن ما يشهد لوالده، لأنه متهم بأن يشهد لإرضاء والده أو لإرضاء ابنه ولما فيه مصلحته. فلذلك حضرت الشريعة هذا الأمر ولا تقبل الشهادة، وإنما تقبل الشهادة عليه، تقبل الشهادة عليه إذا لم يكن هناك عداوة. وش معنى يا دكتور خالد؟ وش معنى تقبل الشهادة عليه؟ يعني لا تقبل له وإنما تقبل عليه. يعني مثلا واحد يريد مني فلوس وأنا منكر، ولدي يدري عنها، الرجال اللي جاب لي الفلوس أو باعني أو كذا كان بحضرة ابني، جاء ابني وقال أنا جبت لأبوك مبلغ كذا وكذا وأنكرني، يقول له أنا عندي شهادة، يأتي للقاضي ويشهد، يقول أشهد أنه دخل على أبي مبلغ كذا وكذا، دخل عليه لأنه ما هو له. وإنما إذا كان يريد أن يشهد له لا، وإذا كان يريد أن يشهد عليه فهو غير متهم. نعم. ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم، وله وضعها حيث أراه الله، والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه. نعم، لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته، لأنها تكون صدقة وصلة رحم. ونقل المروذي عن أحمد في من وصى بثلثه في أبواب البر يجزأ 3 أجزاء، جزءا في الجهاد، وجزءا يتصدق به في قرابته، وجزءا في الحج. نعم. ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها، وهي كل ما فيه قربة. لأن لفظه عام، ولا نعلم قرينة مخصصة، فوجب إبقاؤه على العموم. فصل: إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد، لأن ذكر الله تعالى للتبريك باسمه
إذا وصى لله ولزيد، فنقول وصى لله ولزيد بألف ريال، نقول عط زيد الألف وخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى غني، وإنما أنت أعطيته طلبا للأجر من الله والثواب منه، وإلا فإن الله غني عن مالك. نعم. لأن ذكر الله تعالى للتبريك باسمه، للتبرك باسمه، كقوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك كجبريل والرياح والميت والجن والميت. نعم. فالموصى به كله لزيد، ويحتمل أن له نصف الموصى به، لأنه شرك بينه وبين غيره، لأنه شريك بينه وبين غيره، فلم يكن له أكثر من النصف كما لو كان شريكه ممن يملك. وإن وصى لزيد وعمر فبان أحدهما ميتا فليس للآخر إلا نصف الوصية، لأن الوصي الثاني مات ما هو موجود، فليس للآخر إلا نصف الوصية، لأنه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده بأنه حي وقد تبين أنه ميت. ونكتفي بهذا إن شاء الله على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث كما هو متبع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.